الاستاذ تامر جه هو وعيلته كلها براعوا بالدم، وهو اللي جه من نفسه. يعني احنا ما لحقناش حتى نفكره، هو جه لوحده ومن نفسه. بصراحه عمرنا ما بنطلبه في اي حاجه، هو يعني بلايند كده، يعني ما بيسالش حتى انتوا عايزين ايه، هو موجود معانا دايما وعلى طول. تامر عينيك معايا سنة تحت يا تامر بقى. تامر هنا يا تامر. تامر